وسط مشاركة واسعة من قبل دور نشر بحرينية وبعناوين ثقافية وفنية متنوعة، تستمر فعاليات معرض الشرقية للكتاب 2023 حتى 11 من مارس الجاري. نعم، المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 500 نشر عربي ودولي يقام في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات إكسبو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الكتاب والقراء تحت شعار معرض ثقافة حضارة وفن. ويتضمن 140 فعالية يقدمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء.